الشعب القرغيزي بأكل لحوم الخيل، لأن الخيل عندهم سبحان الله كثيرة جدا مثل الأغنام عندنا، وكذلك يشربوا حليب الخيل يسمى والله أعلم عندهم بالقمز. نعم، وكذلك يعني ركوب الخيل، بل عندهم رياضة الله أعلم هي الوحيدة في العالم تكون على الخيول، يعني مسابقة والله أعلم يعني بصحة يعني لعب هذه الرياضة. شرب الشاي لا ينتهي عندهم، يشرب الشاي قبل الطعام ومع الطعام وبعد الطعام، وعندهم نوع من الشاي بالحليب والملح.